السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس محمد حراسي. حابين اليوم نشرح لكم بعض أو نعطيكم بعض النصائح في عملية ترميم منزل أو مبنى. عادة نواجه مشاكل بخصوص أعمدة مثل هذه، لأنها سابقا يمكن كانت هذه غرفة، فالعمود كان من ضمن الجدار، فالواحد ما ينتبه له. فنعطي نصائح عادة إذا الواحد يبدأ من الصفر يعمل خرائط للبيت، فيفضل ان الخرائط تكون اقل اعمدة ممكنة في وسط المنزل، لان اذا حبيت ان بكرة تترمم المنزل وحبيت انك تفتح الجدران وكذا، فراح تواجه هذه الاشكالية. فالعمود كذا في النص بعض الاحيان يشوه المنظر، فتضطر انك تعمل حواجز بالخشب ولا بالحديد ولا بالبراس على اساس انك جمل المكان وتخبي موضوع العمود هذا. فكنصيحة مستقبلا الواحد لما يبدأ بخرائط من جديد للمنزل الجديد، فيحاول يتفادى هذه الأعمدة. عادة نستخدم ما يسمى hidden beams، يعني الأعمدة تكون سطحية مع السلاب، فضلا عن الأعمدة العمودية بهذا الشكل. وقت الترميم ممكن الواحد يغير المكان ويخليها بشكل أوسع مثل ما نحن عملنا. عادة قبل في المشروع هذا نفسه هنا كان في درج، البيت كان منفصل أصلا، هذا منزل آخر من خلف المنزل، يعني فيلا مختلفة وهنا فيلا مختلفة، فنحن فتحنا كامل دمجناهم مع بعض، وهني كانت في فقط باب صغير يطل في يعني كان يوديك للمساحة هذه اللي يسموها الدكت. فنحن كسرنا الموضوع بالكامل، هدمناه، وراح نركب فيه نوافذ من شتى الاتجاهات حتى ما انتم شايفين. فهني الإضاءة راح تكون بشكل قوي للمكان، راح يوحي ان المكان مساحته واسعة جدا. اليوم حابين نعطيكم نصيحة أخرى بعملية اختيار واستخدامات البلاط والبورسلين. هني استخدمنا البورسلين على شكل رخام اللي هو مقاسه 60×120، ووحدنا باستخدام نفس الرخام بالمنزل بالكامل، طابق الأرضي وطابق الأول، واستخدمنا تقريبا نفس النمط حتى بالسلابات الكبيرة مثل ما شايفين. هذه يعطيك رؤية جميلة بعد طبعا انتهاء عملية تنظيف المكان، راح يوحد المكان ويعطي صورة ان المكان واسع وجميل وراقي، بدل ما نستخدم ونحط بلاط مغاير الوان وكذا، نستخدم كله كبلاط موحد، يعطيك رونق وشكل راقي جميل. اليوم حابين نعطيكم نصيحة اخرى عملية تركيب البلاط. انتم شايفين عادة العمال يحاولوا قدر المستطاع يوفروا الوقت وعملية تركيب عشوائي، فقط يبدأ مثلا من أسفل أو من الأعلى وما شابه. استخدام بما يسمى سبيسر أو الفاصل ما بين كل بلاط يعطيك مقاس موحد، مثل ما شايفين خط سيدة جميل، البلاط يكون متوازي، عملية تركيب البلاط يكون بشكل راقي وجميل. من دون استخدام السبيسر راح تكون بلاط غير متساوي، هذا الخط راح يكون معوج بعض الأحيان وواضح للرؤية. يعني اليوم حابين نشرح لكم بخصوص استخدامات الطابوق الأبيض الخفيف. مثل ما أنتم شايفين تم بناء هذا الجدار هنا بالغرفة الرئيسية، وهذه هي مدخل رئيسي سابق، وكان في عمود واحد هنا فشوه المكان وما اعطانا انسيابيه عمليه التصميم. فشو سوينا؟ بنينا هذا الجدار باستخدام طابوق الابيض طبعا على اساس انه ما نعطي وزن للمكان، وهذا المساحه هذه استخدمناها كدريسنج روم، وعندنا بناء نفس هذا العمود اللي كان موجود، عندنا بناء بالطابوق العادي ثلاثة أعمدة بهذا الشكل، يعطي توازن بالشكل. طبعا راح يكون في مراية ولا حاجة من هذه الفتحات.
طبعا من الخلف استخدمنا مساحة هذه للتلفاز، عملنا ديكور بسيط للتلفزيون، وطبعا وسعنا النافذة اللي كانت هنا كانت أصغر بكثير لحد الأرضية. هذه يعطيك شكل جميل لما النافذة تكون كبيرة لحد الأرضية. عادة النوافذ الناس يبغوها لحد هذا المستوى، بس نحن نفضل دائما النافذة تكون أكبر ما يمكن، خاصة في الواجهة يعطيك منظر جميل وانت شايف خارج، إطلالة جميلة يعني تكون. اليوم حابين نتناقش معكم بخصوص توسعة النوافذ. مثل ما انتم شايفين هنا اللاندينج، وعادة نستخدم نوافذ صغيرة، وهنا نحن كبرنا ووسعنا النافذة على اساس ان نحاول ندخل قدر المستطاع من الإضاءة. إضاءة الشمس تدخل من كل الاتجاهات في البيت. مثل ما انتم شايفين الإضاءة حاليا، مثلا نحن صباحا وقت 11، الضوء الشمس ضاربة من هذا الاتجاه، فانت كل ما تتمشى في البيت الإضاءة تدخل من شتى اتجاهات، من ويعطي انطباع جيد للمنزل ان الضوء من كل اتجاه. يعني نصيحة اخرى او من ضمن الخطط اللي نحن عادة نخططها ونرسمها للمنزل، اللي هي ان نحن نخلق مداخل اخرى للمنزل على حسب احتياج الشخص، على حسب مخططاته طبعا للبيت، وين الجلسة، وين المجلس، وين الصالة. فالبيت كان يحتوي على مدخل واحد أساسي رئيسي اللي كانت هو هنا طبعا بشكل أصغر، فنحن وسعناه طبعا وضفنا لهم مدخل جانبي للصالة من هنا، والحين صار عندهم مدخل ثالث من الخلف، وصار عندهم مدخل جانبي رابع من هذا الاتجاه. فتعدد مداخل المنزل يعطي نفس الشيء انسيابية الحركة لأصحاب المنزل، إنهم من أي اتجاه هم داخلين حسب الموقف السيارة، أو إذا حاب ننزل أغراض للمطبخ، من كل اتجاه في مدخل للمنزل. وأيضا عدد مداخل يساعد في الطوارئ، إذا لا سمح الله في حريق والحاجة الواحد ممكن يستخدم عدة مخارج بدل عن مدخل واحد فقط. كوننا نحن شركة الجهود مختصة في عملية ترميم منازل، عادة نواجه مشكلة اللي هي أن المنزل سابقا تم بناءه مع مقاول آخر، والمقاول بعض الأحيان يكون ما بنى الجدار بطريقة صحيحة بطريقة قائمة، فنواجه أن البلاستر أو الجدار نفسه غير قائم، فنحاول نعالج الموضوع دائما بالمعجون أو بالبلاستر، وإذا شفنا أن الجدار ما زال غير قائم في عدة حلول للموضوع، نستخدم الجبسن بورد أو نركب فيه بلاط أو ما شابه، وخاصة في حواف الجدار نستخدم الكورنر بيت اللي هي قطعة حديد تكون تركب خلف في البلاستر نفسه، عفوا في الجدار نفسه، ومن بعدها نحط البلاستر والمعجون عليه، وبهالطريقة يعطينا حافة أو زاوية قائمة موازية سيدة بهذا الشكل. حابين اليوم نتناقش عن موضوع تركيب البلاط خارج المنزل حوالين البيت والحوش وخارج سور البيت أيضا، بدل استخدام الانترلوك. الانترلوك له عيوب، اللي هي من اللون الانترلوك يتغير والأوساخ تتراكم عليها وصعوبة غسيل وتنظيف المكان. أما بالبلاط مثل ما أنتم شايفين هذا البلاط نحن مركبينه كامل دار مدار المنزل، نوعية بلاط عماني جميل، شوف سماكته كيف. هذا البلاط حتى ممكن نحطه في مواقف المركبات، السيارة توقف عليها من دون أي صعوبة ولا تؤدي لعملية كسر ولا حاجة.